السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وتيسير في الحال وبركة ورضا من الله. إن شاء الله احنا ناويين نقدم في رمضان، بداية من رمضان، كل يوم حلقة أو كل يوم فيديو هنتكلم فيه عن الزراعة وهنتناول فيه عن بعض الزراعات، وكمان هتبقى فيه مقسم الإجابة على أسئلة المتابعين، لأن بصراحة احنا وصلنا بسم الله ما شاء الله أكثر من 60,000 مشترك. التعليقات زادت، يعني في ضغط وصعوبة أننا توصل لكل التعليقات، فأنا حبيت أننا هجمع الأسئلة دي بإذن الله وهنجاوب على الأسئلة في الحلقات دي. هو هيبقى مجهود ان كل يوم هيبقى فيديو في رمضان، بس ان شاء الله هنحاول يعني نصور كل يوم فيديو ونجهزه، وكمان هيبقى كل تحت فيديو الاسئله للفيديو اللي بعديه، الاجابه على اللي بعديه. او ممكن تدخلوا على القناه هتلاقوا كلمه جنب مقاطع الفيديو والصفحه الرئيسيه هتلاقوا خانه اسمها المنتدى، هتضغطوا عليها. المنتدى ده بننشر فيه معلومات عن الحلقات اللي جايه، بننشر فيه استطلاع للراي، الحاجات اللي انتم مثلا حابينها، بناخد رايكم في حاجات كتير. اتمنى كل يشارك في المنتدى ده اللي هو اللي بيكون على القناه. تدخل على القناه جنب مقطع الفيديو وجنب الصفحه الرئيسيه وقائم التشغيل وحوله والكلام ده هتلاقي كلمه المنتدى، تدخل عليها هتلاقي مثلا ان احنا مثلا يا جماعه بكره اللي عايز يسال اسئله يتفضل لي، في اقتراحات، في حاجات. البرنامج ده اللي احنا هنقدمه، فانا مش عايز اقصر معاكم لانكم لكم الفضل بعد ربنا في انشاء القناة دي، وصولنا للعدد ده بفضل دعمكم ومشاركة الفيديوهات اللي على القناة. فأي اسئلة تخص الزراعة ياريت تضعوها اسفل الفيديوهات اللي هتبدأ السلسلة في رمضان او اللي هتكون في المنتدى. اي سؤال يخص التربة، يخص الزراعة، الاسئلة ان شاء الله ربنا يقدرنا عليها ونجاوب عليها باذن الله. طبعا الاقتراح بتاع تسمية البرنامج هيكون لغاية اول حلقة في رمضان، التصويت مفتوح، التصويت لاسم البرنامج اللي هنقدمه اللي هتختاروه مفتوح لغاية اول حلقة هنقدمها في رمضان. فياريت كلكم تشاركوا، ياريت كلكم اللي عنده اسئلة حابب يسألها هندردش مع بعض. هيبقى عبارة عن زي ما تكلمنا جولة في المزرعة او رؤية بعض المحاصيل وشرح طبعا بعض المشاكل، وزي يومي في المزرعة كده، وبعد كده هنجاوب على الأسئلة اللي هنقدمها في رمضان بإذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.